الدهانات الإنشائية. إيه هي الدهانات الإنشائية دي؟ اللي هي بتطبق على الأخشاب أو الدهانات الذكورية. هناخد إن شاء الله النهاردة أول حاجة دهان البولي إستر، وتاني حاجة هناخدها الدهانات الأبوكسية، وده في الباب الأول. آخر حاجة في الباب هندرس طرق تطبيق دهانات وورنيشات السنساتيك جفاف حراري. طبعا انتوا مادة العمليات دي مادة معاك ومكملة 3 سنين، اخدتوها في سنة أولى وتعرفتوا فيها على الدهانات البسيطة، زي دهانات الجير، دهانات الغراء، دهانات البلاستيك، دهان الزيت البسيط اللي هي بيستخدم بواسطة الفرشة أو الرولة. وفي سنة تانية أخدنا كملنا بقى دهانات الريف والكرامنديل والأشكال المختلفة اللي ممكن نطبقها على الأسطح المختلفة، سواء بأشكال بقى أكثر تقنية وأكثر حرفة، زي أعمال الريف والكرامنديل والكراكليه الغائر والبارز. الكلام ده كله درسته في سنة تانية، وعرفت يعني ايه تذهيب، وازاي بحضر الارضيات، وازاي اعمل الخزف. ممكن ان انا عندي اشكال خزف مختلفه، ممكن ازاي ان انا الونها واحولها لتحفه فنيه. كل ده درسته في ماده العمل في سنه تانية. سنه تالتة بقى طبعا انت كبرت بقى، عندك خبرات اكتر، هتتعرفوا على بقى الحاجات الاكثر شيوعا واستخداما في السوق، سوق الايه الماده دي، زي الدهانات البولي استر. طبعا دهان البولي استر ده يعتبر من الدهانات الجديدة الحديثة اللي اتوجدت كبديل لدهانة الاستر. طبعا كنا عارفين دهان الاستر اللي هو بيتعمل بالجمالكة والسبرتو، ونشوف قد ايه مدى التعب ومدى المجهود اللي بيبذله نقول العامل الفني عشان يظهر لي جمال قطعة الخشب. دلوقتي بكل سهولة أقدر أحصل على درجة اللمعان دي بمجرد وجه أو وجهين من دهان البولي إستر، وده طبعا دي حاجة صناعية أو دهان صناعي حديث من الدهانات الحديثة اللي اتوجدت حديثا في الأسواق وكبديل لعملية الأستر. طبعا شفنا عملية الأستر وإزاي الخدمة للسطح والمفاطة بالفماطة، سوري بالفماطة والتأسيس، وده وده عشان أنا أعد السطح. دلوقتي بقى بولي استر دلوقتي هي وجه واحد يديني الجمال اللمعان اللي انا بحصل عليه من الجمالكة بعد وجه واثنين وثلاثة واربعة وتلميع ومجهود. لا انا ممكن احصل على هذا الشكل بسهولة بالبديل بتاعه اللي هو دهانات البولي استر. تاني حاجة الدهانات هناخد برضك ان شاء الله هنتعرف مع بعض على الدهانات الايبوكسية. ايه الدهانات الايبوكسية دي؟ دهان الايبوكسي وبرضك دي من الدهانات الحديثه اللي موجوده في السوق وتعرف جديد، وعملوا منها اشكال والوان، وابتدى نقول العامل الفني يحترف هذه الماده ويشكلها ويرسم بيها ويلعب فيها في الارضيه وفي الجدران، ويعمل اشكال وخلفيات كتيره قوي باستخدام الالوان، ان الماده بتاعت الايبوكسي ماده ساتره، اما ماده البولي استر ماده شفافه عشان يديني التاثير، عشان كده انا بستخدمها على الاخشاب فقط. اما دهان الايبوكسي دهان ساتر، القاعده بتاعته بيضه وممكن بتتلون الوان كتيره جدا، بحصل فيها على درجات عاليه من الالوان ودرجات نقيه وزاهيه، ممكن اعمل بيها اشكال مختلفه. طبعا ده بيعتمد على مدى ابداع العامل الفني وقدرته على تشكيل هذه الماده. ده بالنسبة للايه دهانات الايبوكسية. ان شاء الله هناخد اول درس النهاردة مع بعضينا، وهنتعرف فيه على طرق تطبيق دهان البولي استر. زي ما اتكلمنا عن دهان البولي استر وقلنا ايه هو دهان البولي استر، ان هي مادة حديثة طبعا لها درجة خطورة، لانها بتنتشر ابخرة، تنشر أبخرة عند الاستخدام، بيتصاعد أبخرة. الأبخرة دي ممكن طبعا بتضر، مش ممكن بتضر بصحة العامل، عشان كده إن احنا لازم نستخدم الملابس الواقية زي الكمامة، النظارات الواقية عند الدهان عشان مفيش ذرات تتطاير تضر بعينيا. ده بالنسبة لتطبيق دهان البولي إستر. طب إيه أول اختيار أنا بستخدمه
او براعيه عند تطبيق هذا الدهن؟ قال لي اول شرط اختيار نوع الخشب. شرط اساسي عشان استخدم دهان البولي استر لازم اختار نوع الخشب نوع صلب. يعني ايه صلب؟ يعني خالي من الرطوبه ونسبه التمدد والانكماش دي تكون ثابته. لان دهان البولي استر بيديني كده طبقه زي الزجاج، طبقه زي الزجاج، بمعنى لو هنا الزجاج ده ممكن يتمط، طبعا لا ما بيتمطش، فلازم يكون السطح اللي هيطبق عليه البولي استر يكون سطح ثابت، لكن هو اصلا بيطبق على الخشب. فاحنا لو كده نلاحظ مثلا لو عندي باب الحمام في الشتاء تلاقيه اتمدد من الرطوبه، حصل له ما يقفلش بسهوله. ليه؟ لانه زاد من الرطوبه. كذلك في الشتاء نلاقي برضك في الشتاء الابواب الخشبيه لها ايه، ممكن تختلف في تمددها وانكماشها من فصل لصف، من فصل لفصل. تاني حاجة، عشان استخدم هذا الدهان لازم اعد السطح اعداد سطح جيد، يعني لازم يكون نظيف تماما، خالي من الشقوق، خالي من الثقوب، ما فيهوش رؤوس مسامير، ما فيش حاجات بارزه، السطح بيبقى ناعم جدا، ناعم مصقول، وخالي من اي شوائب واي شقوق. ده بالنسبه لايه؟ لاستخدام لتطبيق دهان البولي استر. يبقى اول شرط عند تطبيق دهان البولي استر على الاسطح الخشبيه رقم واحد بختار سطح خشبي صلب او معامل التمدد والانكماش يكون ثابت. ليه؟ لان زي ما قلنا كده ان السطح اللي هو بيديهولي النهائي، وجه التشطيب النهائي، بيكون سطح لامع املس يشبه طبقه الزجاج كده. فلازم ان يكون السطح اللي من تحتها يكون ايه؟ سطح معامل تمدده ثابت عشان ما يحصلش تشقق، لان فعلا بيبقى دهان جميل لامع مصقول بيعيش فتره كبيره قوي من الزمن. فبالتالي عشان اطبق الدهان ده لازم اوفر له الخامه اللي هي تكون مناسبه ليه. ده بالنسبه لاول شرط، شرط بالنسبه لتطبيق دهان البولي استر. طيب ايه تاني شرط؟ اعداد السطح اعداد جيد. زي ما قلنا كده ودرسنا في سنه اولى وخلاص حفظنا الكلام ده، ان اعداد السطح الخشبي اول شرط فيه ايه؟ ازاله الاتربه والشوائب، سنبقه المسام. اذا كان في عقد بكويها، بكوي العقد باحد فصوص الثوم او شرائح الجملك او برقائق الذهب، كل ده بقضي على الايه؟ العقد. ايه العقد دي؟ بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره زي عقده كده بارزه شويه عن الخشب. العقده دي مع الوقت بتفرز افرازات ممكن تضر لي الدهان، فطبعا انا مش عايزه الكلام ده يحصل بعد ما ادهن السطح بتاعي، عايزه احافظ على درجه جمال السطح وما يشوهش. يبقى انا هعمل ايه في العقده دي؟ ازيلها تماما. طب بزيلها ازاي؟ بكويها باحد فصوص الثوم، ودي تعتبر اسهل طريقه واكتر طريقه مش مكلفه بالنسبه لعلاج هذه المشكله. خلاص عالجت المشكله بتاع كوي العقد وسنبقه المسامير، ابتدي بقى احضر فوماطه او معجون بسيط كده من الزنك والغره او الزبدج والغره، وابتدي اسد الشقوق واللحمات اللي ممكن تكون موجوده فين؟ في الخشب. بعد كده بصنفره صنفره جيده، وبكده اكون انا عديت السطح اعداد تام، وكده بيكون جاهز لتطبيق الايه؟ دهان البولي استر. لو انا عايزه ادي دهان البولي استر على لون الخشب ده بخليه زي ما هو كده، مجرد زي ما بقول لكم كده، انا قويت العقد وصنفرته كويس وزدت الاتربه وسديت الشقوق واللحمات وظبطت السطح بتاعي، ولون الخشب جميل وانا عايز احافظ على هذا اللون، يبقى يا دوبك هروح مطبقه الدهان البولي استر عليه، اديه لوجه بطانه، وبعد كده بديه لوجه بطانه من دهانه الايه؟ البولي استر. و بديله طبقه، الطبقه الواحده يا جماعه بتعادل 3 طبقات من دهان السليلوز. يعني لما اديله طبقه طلاء بالسيلر ده كأن اديته 3 طبقات، اديته طبقة البطانة، بعد كده بديله وجه او وجهين من طبقة البولي استر، وبكده انا حصلت على دهان لامع مصقول.
من دهان البولي استر. طيب اللمعان الزياده ده انا مش عاجبني لانه بيعكس الضوء وممكن يتعب النظر شويه، عايز ان انا اقلل منه، احد منه بقليل من الماء الدافئ وبودره الثلج وبصيدة سفنجة كده، وببتدي ان انا امشي على السطح، بيبتدي يديني سطح مط قليل اللمعان غير مضر بالعين. ده بالنسبه لدهانات البولي استر. طيب ايه اهم خصائص دهانات البولي استر؟ ايه مميزاتها؟ ايه اللي هيخليني ان انا استخدمها واسيب دهان الاستر او دهان الجمالكه المعروف والمشهور اللي موجود من قديم الازل؟ قال لي اول حاجه ان الطبقه الواحده بتعادل 3 طبقات من دهان السليلوز، ورنيش السليلوز. يعني لما تدهن طبقه دهان من البولي استر كانك اديت 3 طبقات من دهان السليلوز. طبعا كده موفره للوقت، موفره للمجهود، موفره في التكاليف. طيب ايه تاني؟ زيت مقاومه عاليه للمذيبات. يعني انا مجرد ما انا دهنت واداني السطح ده بيبقى زي الزجاج كده، انت ما بتيجي تغسل الزجاج ده بالميه بيحصل له حاجه؟ ما بيحصلوش. نظفته بحته سوبرتو او شويه اي نفض او اي حاجه بيتاثر؟ ما بيتاثرش. فهو بيديني هذا السطح، بيديني الطبقه الزجاجيه دي، فسهل ان انا انضفه بسهوله، ما بيتاثرش بالميه، ما بيتاثرش بالمذيبات المختلفه زي اي حاجه تانية او الدهانات الاخرى. طيب ايه تاني من استخدام؟ بيستخدم كورنيش للاخشاب، يعتبر ورنيش ممتاز لحمايه الاخشاب من التاكل، التسوس، لون هيتغير، لا بيحافظ لي على الاخشاب، بيعتبر درجه بيديني درجه لمعان جيده تحافظ لي على السطح الخشبي. وطبعا عشان اطبق شفاف على الاخشاب ده يا جماعه بيعتمد على حاجه اساسيه قوي. ايه هي؟ اختيار نوع الخشب. لازم يبقى خشبه يعني تستاهل فعلا هذا الدهان، يعني لازم ان انا اختار اخشاب سمينه تديني الجمال او تظهر لي جمال هذا النوع من الطلاء. لازم اختار خشبه تكون فيها ثمار، فيها تجازيع، عشان فعلا تظهر لي جمال هذا الخشب. اخر حاجه احنا برضك هنقول من خواص البولي استر ان هذه الدهانات بتتم بجفافها او نضجها. طبعا النضج معنى كلمه نضج هو الجفاف، يعني كلمه نضج معناها جفاف. بيتم النضج ده في بمرارها موجات أشعة فوق البنفسجية أو داخل أفران. ده بالنسبة للدهانات البولي إستر، بتجف بإمرار أو تعريض هذه الأسطح للأشعة فوق البنفسجية، بيتم جفافها بتمرير هذه الأشعة عليها أو بدهانها ونضجها، ويتم نضجها داخل أفران يعني في درجة حرارة معينة بيتم الوصول لأحسن درجة من النضج أو الجفاف داخل أفران أو بتعرضها للموجات الأشعة الفوق بنفسجية. ودي أشكال بالنسبة لدهان البولي إستر. شايفين جمال الخشب أو أهو، شايفين باب أهو، يعتبر باب شقة أو باب حجرة، شايفين الجمال بتاعه، منه اللامع ومنه المصقول ومنه المطفي، وبيطبق بمسدس الرش، فبالتالي بيكون تطبيقه سهل جدا على العامل، ما بي يعني ما بيبذلش مجهود زي طبعا الاسطر. طبعا الاسطر طبعا طبعا دهان جميل ودهان يعتبر عريق عايش معانا فتره كبيره من الزمن وما اشتكاش، لكن طبعا كل ما احنا عايشين في حاجات جديده بيكتشفوها العلماء، وبالتالي بتضيف لنا يعني خامات كتيرة ومتعددة نقدر ان احنا نستفاد منها. يعني كل ما بيبقى في اكتر من نوع من الدهان ده بيسهل على العامل حاجات كتيرة قوي، ان هو يتنوع او ينوع من الاسطح والاشكال المختلفة للدهان. طبعا بيطبق بمسدس الرش بسهولة، وزي ما قلنا لازم يبقى في مسافة بين العامل وبين مسدس الرش، ويكون المسافة برضك مظبوطة بين مسدس الرش والسطح. وطبعا كل ما يستخدم طبعا وسائل الوقاية كل ما يكون طبعا أفضل بكتير.
من الخصائص، تعرفنا على الخصائص وتعرفنا على طريقة الدهان، خطوات الدهان، وقلنا بنعد السطح، وقلنا عرفنا اعداد السطح ازاي. تاني حاجة بنديها وجه بطانة بورنيش البولي استر، بعد كده بنديها ايه بآخر سطح لامع مصقول. ولو احنا عايزين السطح بتاعي يكون درجة لمعانه بسيطة، ان انا بعملها ببودرة التلج. واتكلمنا عن الخصائص، اتكلمنا عن الخصائص بتاعتها. واتكلمنا عن اعداد السطح، واتكلمنا عن اختيار نوع الخشب. ده بالنسبة لدهان البولي استر. هنقول كده بسرعة ايه هو دهان البولي استر. هو دهان يعتبر من الدهانات الحديثة، ويعتبر بديل لدهان الاستر. الاختلاف ان دي مادة طبيعية، الاستر مادة طبيعية بيؤخذ من الجمالكة، اما دهان البولي استر مادة كيميائية. طبعا لها اضرار صحية، اثناء التشغيل او اثناء استخدامها بيتصاعد منها ابخرة، ممكن الابخرة دي تضر بصحة العامل، وبالذات على الجهاز، وخاصة على الجهاز التنفسي. عشان كده بنقول لازم يبقى لابس الكمامة، لابس القفازات، لابس النظارة الواقية. ده كل مرة يا جماعة لازم بنقول هذه التعليمات أثناء استخدام هذه الدهانات. لازم إن أنا بقى يعني بستخدم ملابس الأمان وملابس الوقاية اللي إحنا بندرسها بالتفصيل في مادة الأمن الصناعي. وزي ما بنقول إحنا مش بنقول كده وخلاص، لازم إن إحنا بنستفاد من هذه المواد. الفرق بين العامل الفني والعامل الغير فني اللي إحنا بنقوله ده، إن العامل الفني فاهم ايه هي المادة، ايه هي اضرارها، ايه تأثيرها عليه وعلى صحته، فبالتالي بيبتدي يحافظ على نفسه من خلال استخدام الايه الملابس الواقية. لازم يا جماعة نطبق اللي احنا بندرسه نطبقه. يعني احنا بنقول التعليم بينور المخ، وبينور العين، وبينور الطريق. ازاي؟ بتطبيقه. انا عرفت وما طبقتش يبقى انا ما اتعلمتش، يبقى انا ما استفدتش. لازم كل الكلام اللي احنا بندرسه لازم نستفيد بيه، مش انا يعني بدرس الكلام ده عشان انجح، لا، انا بدرس الكلام ده عشان اطبقه في حياتي واستفاد منه. سواء انا اشتغلت الشغلانه دي، فانا بالتالي عرفت اضرارها، وعرفت ازاي كمان احافظ على نفسي من هذه الاضرار باستخدام الملابس الواقيه. كل الكلام ده لازم أن يبقى فيه تكامل. يعني انا بدرس ماده خامات بفهم فيها الخواص، واعرف الماده دي مضره ولا مش مضره، الماده دي سامه ولا غير سامه، الماده دي بتضيف في الزيت ولا بتضيف في الجاز ولا بتضيف في النفط ولا بتضيف في الكحول. كل الكلام ده انا بستفيد منه. يبقى انا بشغل الماده، انا عارف هي ايه الوسيط المناسب ليها، ايه النسبه المفروض اللي انا احطها. كل ده بيساعدني ان انا اكون عامل فني ماهر، عامل فني ماهر فاهم. انا مش كده وخلاص، لا، ده انا درست الحاجه دي وعرفت اضرارها وعرفت خواصها وعرفت استخدامها. نيجي في ماده المعدات، لا، انا عرفت كمان المعده المناسبه لتشغيل هذا الدهان. زي ما قلنا كده، يعني كان الاسترجي بيستخدم ايه الاسطوبين او حته السفنجه اللي هو بيبتدي يشكل بها ويعمل بها ويجزع الثمار، حتى لو حته خشبه رخيصه هو بيحولها لخشبه قيمه من خلال بقى نقول ايه حرفته ومهنته. بيبتدي يحول باب الشقه او قطعه الخشب، اذا كان مكتب او اذا كان كرسي لتحفه فنيه، بيعتمد على ايه مهارته وحرفته. اما في دهان البولي استر، لا، مطلوب منك ان انت تحرف قطعة الخشب، انت تختارها قطعة خشب جيدة تستاهل الدهان ده. تاني حاجة تبتدي تعد السطح بالاعداد المناسب ليه. تالت حاجة تبتدي تختار الدهان المناسب للخامة. يعني ما ينفعش اجيب دهان غالي جدا لقطعة خشب ما تساويش حاجة، يبقى كده حرام. تاني حاجة لازم انا ابقى عارفة خواص الخشبة دي. يعني ما اجيبش خشب حبيبي وادهن عليه دهان بولي استر، مش هيستحمل، هيتشقق ويتكسر. لان عارفين طبعا خشب الحبيب ده عبارة عن تبن،
مجرد ما يشرب شويه ميه هينتفخ هيبوظ لي الدهان ده. يبقى انا ما اجيبش خشبه ب 10 جنيه واحط عليها دهان ب 300 جنيه، يبقى انا ما استفدتش بيه، ضيعته في الارض. فهنا الدهانات الحديثه هي جميله وكل حاجه، بس بتحتاج لخامه جيده تطبق عليها عشان تعمر واستفاد فعلا من سعرها واستفاد فعلا من خواصها ومميزاتها. تمام، ده بالنسبه لل ازاي ان انا ادرك وافهم واستفاد من كل ماده انا درستها في التكنولوجيا. ماده التكنولوجيا متقسمه عندنا في التخصص: تكنولوجيا الخامات، تكنولوجيا المعدات، تكنولوجيا العمليات. بتتلخص في ايه؟ ان انا ازاي يا جماعه استفاد من الخامات، استفاد منها ازاي، المصدر بتاعها منين، طبيعي ولا صناعي، خواصها سامه ولا مش سامه، طبيعيه ولا كيميائيه، طب بتدوب في الميه ولا ما بتدوبش في الميه. يعني طبعا لو بتدوب في الميه لها تاثير على الخشب، لو بتدوب في الكحول يبقى كويس، الكحول مش هيأثر على الخشب انه بيطير بسرعه مش زي الميه. يبقى كل خاصيه انا بعرفها بيكون ليها مدلول ومفهوم وادراك عندي بقدر استفاد بيه. تاني حاجه ماده العمليات. ايه العمليات؟ خطوات. انا خلاص عرفت الخامه وعرفت المعده، تاني حاجه خطوات. انا بقى عايزه دهان البولي ايستر، انا عايزه دهان الابوكسي، انا عايزه دهان السنساتيك، انا عايزه دهان السليلوز. كل ده خطوات. خطوات انا هعمل ده ازاي، انا هعمل ده ازاي، انا هعمل ده ازاي، انا هستخدم ايه فقط لغير. فاحنا النهارده اخذنا دهان البولي ايستر وعرفنا اهم شروط دهان البولي ايستر: الاختيار نوع الخشب. اختيار نوع الخشب بيعتمد على ايه؟ واحنا درسنا الاخشاب في سنه تانية، درسنا منهج الاخشاب وعرفنا يعني ايه اخشاب طبيعيه، وعرفنا يعني ايه اخشاب صناعيه، ويعني ايه اخشاب مخلقه. المخلقه يعني متاخده من طبيعي وعلى صناعي، ضفت شويه مواد عليها تانيه فعملت اخشاب تعتبر نصف طبيعيه، ان انا بخلقها من ماده طبيعيه على ماده صناعيه. فعرفت خواص كل خشب، عرفت خواص كل نوع، عرفت ايه الانواع الطبيعيه اللي عندي. عندي خشب مهوجن، عندي خشب القرو، عندي خشب الورد، عندي خشب الحور، عندي خشب الزان. كل الانواع دي انواع اخشاب ممكن اطبق عليها، اطبق عليها دهان البولي استر. ببتدي اختار نوع الخشب الجيد واللي موجود فيه سمو. كل ما يكون بقى الخشب بيمتاز بسمار وتجازيع كل ما هيديني جمال في تنفيذ هذا الدهان، لان هو هيعكس لي دهان البولي اوستر هو بيعكس لي السطح اللي انا بدهنه. فكل ما تكون السطح سطح جميل، سطح خشبي جميل وسمين، كل ما يبان جمال هذا الدهان. يبقى مجهودي ما راحش على الارض، يبقى الماده اللي انا استخدمتها دي انا فعلا وظفتها صح، انا فعلا حطيتها في الحته اللي تستاهلها. فعلا خشب زين، ده هيعيش خشب ارو، ده هيعيش خشب مهوجني تمام بس غامق، يبقى انا عايزه الخشب الغامق ده، يبقى انا مش هضيف له لون، هو لونه غامق اصلا، يبقى انا مش هصبغه، انا هخليه على لونه ده واستفاد بدرجه لونه الجميله دي. وهعمل ايه؟ هحط له الورنيش بس لا غير، ورنيش البولي استر ده هيذهل لي الجمال. يبقى هنا دور العامل الفني ان هو ازاي يستفاد من الخامات. يبقى انت كده ما بتيجي تعمل حته ديكور او حته يعني نقول حاجه فنيه كده جميله، بيبتدي ان انا استفاد بقى من كل اللي انا درسته ده. عرفت انواع الخشب، وعرفت ايه الانواع اللي بيبقى فيها سمور، وعرفت ايه الانواع اللي في الوانها غامقه، وعرفت ايه الالوان اللي الوانها فاتحه. طب انا مطلوب مني ديكور غامق، مطلوب مني ديكور فاتح، يبقى انا هختار الخشب المناسب للعمل ده. وهعرف اوظف بقى، هعرف اوظف الخامه، هعرف اوظفها في الاستخدام بتاعي. فهو ده فايده مادة الخامات، ان انت يبقى عندك خلفية، عندك ادراك بطبيعة المادة. تمام؟ فبالتالي بينعكس ده فين؟ في مادة العمليات. طب مادة المعدات، مادة المعدات بتقول لي ايه المعدة المناسبة لهذا الدهان؟ ايه المعدة المناسبة لهذا الدهان؟ الدهان ده يطبق بالفرشة، الدهان ده يطبق بالرولة، الدهان ده يطبق بمسدس الرش، الدهان ده يطبق بالكمبروسر. كل ايه الحاجه اللي هتديك النتيجه الحلوه في الاستخدام. يبقى عرفنا في المعده، انا بستخدم المعده، بختار المعده المناسبه لاداء العمل.
اللي تنجز لي العمل وتديني سطح فعلا ناجح. لان طبعا الاداه مهمه جدا، كل ما تبقى الاداه جيده كل ما بتبقى نتيجه الاتقان في العمل افضل. وهنا بقى دورك انت كعامل فني ايه بقى؟ دورك كعامل فني ازاي توظف كل حاجه، المعده مع الخامه مع السطح مع خطوات الدهان الصحيحه تديني دهان جيد. كتير قوي كده بيحصل لنا، مثلا نجيب نقاش تقول هيدهن لنا الشقه، ويروح مكلفك خامات ب 10,000 جنيه ومش عارف ايه، لانه بيهدر لانه ما عندوش ميزانيه، مش عارف هو مثلا الشقه دي تاخد مساحه قد ايه. طبعا كل ده بيعتمد على العلم، لكن إيه انت بتدرس مقايسات، ايه المقايسات او التخطيط بتعرف فيه. انا مثلا عندي حجره، الحجره دي مثلا 3 متر في 4 متر، يعني ايه هجيب مساحه بقى جانبيه للحيطان والسقف والكلام ده كله، وبعد كده احدد انا محتاج كام جالون او كام كيلو عشان ادهن المساحه دي. فبتحدد الخامه وبتحدد الكميه المناسبه، يبقى انت مش هتعمل اهدار للخامه. نفس الكلام انا عندي 10 بيبان هدهنهم بدهان البولي استر، عرفت دهان البولي استر بيفرد كام متر؟ 5 متر. طب انا الباب وش وضهر ما يجيش 4 متر، يبقى كيلو هيعمل لي الوش وش وضهر، ويفيد منه كمان اعمل شباك ولا حاجه صغيره. كل ده بايه؟ بالعلم، بالاستفاده. يبقى انت كده وظفت المواد اللي انت بتدرسها في عمليه تطبيقيه قدامك، نفذتها، اخترت الخامه، اخترت المعده، حددت الكميه المناسبه للمساحه اللي عندك، عرفت ان انت ايه تنفذ العمليه صح بدون اهدار. ده بقى هنا الفرق بين عامل دارس وبين عامل غير دارس. انت عامل فني، فني يعني ايه؟ يعني انت بتدرس كل الخطوات دي بطريقه علميه وبتحسبها وعارف التكلفه، مش تكلفه تقديريه كده، لا ده انت عارف التكلفه مظبوطه بحساب دقيق حسب قوانين علميه انت دارسها. فبالتالي ما بتهدرش في الخامه، لان الخامات دي كلها نعمه من عند ربنا لازم نحافظ عليها ما هدرهاش. والكلام ده تطبقه في حياتك العامه، سواء في اثناء دراستك سواء في حياتك فيما بعد الدراسه. ده بالنسبه لدهان البولوستر، واخدنا فكره عنه ازاي ان انا بعد السطح، وازاي ان انا بختار قطعه الخشب، وعرفنا اهم شرط في قطعه الخشب ان خشب جاف، يكون درجه التمدد او معامل التمدد والانكماش يكون معلوم محدود، يعني ثابت مش بتتغير في الصيف والشتاء، لا تمدد والانكماش لقطعه الخشب دي ثابته ما بيتاثرش بالرطوبه لان مسامها ضيقه جدا. نوع الخشب كويس صلب، فبالتالي معامل التمدد بتاعها بيكون ثابت. عشان كده ما بنيجي نختار دولاب او مثلا غرفة نوم او نيش او ده او ده، لازم يكون معمول ميزان، لان الميزان ده خشب صلب مش هيتمدد ولا هينكش، لان لو بيتمدد ويكش الدرف ممكن تيجي ما تتقفلش ما تتفتحش في الاستخدام. لكن بنختار خشب كويس جيد عشان اصنع منه الدرف بتاعه حجره الدولاب او النيش او البوفيه او حسب قطعه الاساس، لازم تكون مصنوعه من خشب جيد عشان تعمر معايا وفي نفس الوقت تعيش وفي نفس الوقت تظهر جمالها بالدهان اللي انا هطبقه عليه، سواء كان استر او بولي استر او دهانات اللوكر الحديثه اللي هو المط او اللامع. طبعا في انواع كتيره ومتعدده ان شاء الله هندرسها مع بعض خلال السنه دي، هندرس كل انواع دهانات السلولوز، دهانات اللوكر، الاعمال الزخرفيه، الاعمال الذكوريه، كل ده ان شاء الله هناخده مع بعضينا خلال العام. وزي ما بقول لازم يبقى عندك حب ادراك للماده، يعني كل ما انت يبقى عندك ادراك للخامه، ادراك للخطوات، ادراك للمعده، كل ما انت هتبقى عامل فني ناجح. وحط على الكلمه دي على المعنى ده 10 شروط. كل ما تبقى انت عامل فني ناجح، طول ما انت تبقى جيد
ليك سوق عمل، ليك ناس بتعرفك، اللي هيشارك شغلك، اتقانك للصنعة دي، ده هيكون سبب رزق ومكسب ليك. فلازم أن تحب المادة والتخصص بتاعك لأنه فعلا هينفعك. عندك باب اسمه هو عرض الفتريين، ان انت لو استفدت منه ممكن تشتغل فني، تعمل المعارض بتاع الفترين، زي تعرض منتج في فترينة، سواء بقى معرض محل ذهب، محل ملابس، محل أحذية. طبعا انت بتدرس ازاي كل دي الخطوات دي بتدرسها خلال العام الدراسي، وبتعرف ازاي تعمل فترينة ناجحة، ازاي تعمل واجهة محل ناجحة، ازاي تعمل نقول عرض للمنتج بصورة ناجحة، سواء فترينات داخلية، فترينات خارجية، ازاي ان انت توظف المكان للعميل، توفر له كل ده من خلال دراستك. فانت معاك مادة مربحة، مادة تقدر تشتغل بيها لو انت فهمتها وعرفت تطبقها صح، هتستفاد بيها في حياتك العملية وحياتك العلمية. البنات هتعرف ازاي تعمل الديكور لشقتها، ازاي تختار الستاير، ازاي تحدد القماش اللي هي عايزاه، ايه الالوان اللي تحددها، شقة كبيرة، شقة صغيرة، كل ده من خلال مادة العمليات هتتعرفوا عليها. زي ما قلت لكم النهاردة، الباب الاول هعرفكم على ابواب المنهج، هتعرفوا ازاي تستفادوا من المادة دي. المادة دي كنز، انا بسميها كنز في الزخرفة، ان انت حتى لو ما اشتغلتش ده انت ممكن توفر لنفسك وفي بيتك تعمله. ازاي تنفذ رسومات على المرايات هناخد، ازاي تعمل عملية تذهيب هناخد، ازاي تعمل عملية تبتين او اكسدة على الاخشاب، ان انت تحول قطعة الخشب الجديدة القديمة ده اسمها اكسدة بالتبتين، ازاي اكسد الذهب ده، عندي صالون مذهب وعايز اغيره احوله لتراث لحاجة قديمة يديني قيمة للشغل، كل ده هنتعلمه. الطباعة، هنتعرف على انواع الطباعة وازاي ان انا بنفذ الطباعة، طباعة السلك سكرين والطباعة بأفلام الشمعية، كل ده إن شاء الله هنتعرف عليه وهندرسه مع بعضينا. وإزاي إن أنا أعمل لوحة بالسلك سكرين، زي ما بنشوف كده ورق البرد تلاقيه متصمم عليه التصميم الفرعوني أو التصميمات الحديثة، حتى دلوقتي بينزلوا تصميم حديثة أو تصميمات شعبية، بيعملوا تصميم بواسطة السلك سكرين ويتبع، تنزل الرسمة مطبوعة بواسطة السلك سكرين على 100 ورقة، 1000 ورقة، 5000 ورقة، حسب الانتاج اللي انت عايزه او اللي انت عايزاه بتعمليه. وفكرة الدولاب الضوئي سهلة وكل حاجة بسيطة، لو احنا عايزين نتعلم صح، لو احنا عايزين نستفاد من الكتاب بتاعنا ده، الكتاب بتاعنا ده فيه كذا كذا نقول مشروع، كذا حاجة أنا ممكن أتعلمها وأتقنها كويس قوي وأنفذها، ويبقى ده عمل ليا، مكسب ليا. أول دهان البولي أستر، أنا خدت دهان الأستر السنة اللي فاتت وعرفته وتعلمت عليه، تمام. تاني دهان الإيه؟ الأبوكسي. الأبوكسي إن شاء الله هناخده مع بعضينا إن شاء الله، وبرضك هنتعرف إزاي إن هو يكون دهان برضك ان انا استفاد منه كمكسب، ان انا استفاد منه في بيتي. انا ممكن بدهان الابوكس ده اوفر عليا مثلا نقول 20,000، لو انا بعمل شقة هوفر منه مبلغ كبير قوي، وبدل البورسلين وبدل السيراميك وبدل الارضيات دي، انا ممكن اعمل الارضية كلها بالبولي استر، قصدي بالاسفة بالابوكسي، دهان الابوكسي. اعمل الارضية كلها، اسويها، اعمل سطح مستوي تماما واساوي السطح تماما، واخلي كله درجه الميه بتاعه الارضيه درجه واحده بالاسمنت، طبقه اسمنتيه واحده اوحدها وتكون ناعمه، وابتدي انفذ دهان الابوكسي. ما يكملش 3000 جنيه الشقه كلها، ولو عايزه اعملها على الحوائط هعملها، ودهان يتغسل بخرطوم الميه كده يبقى زي الفل. عايزه انفذ عليه رسومات واقلد السيراميك هيتنفذ ويقلد السيراميك. فعايزه اقول عندك كم من
التقنيات الفنيه البسيطه والحديثه والسهل ان انت تطبقها. انا بتكلم كولد سهل ان انت تطبقها وتنفذها ويكون مشروع ليك ناجح وتعمل دعايه ليك، والدنيا بقت سهله على السوشيال ميديا والفيس والتويتر واليوتيوب، كل الحاجات دي سهل ان انت، بس انت اتقن، اتعلم، استفاد من التخصص، استفاد منه. انا بشوف صنايعيه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا وهم استفادوا من الحاجات دي كلها وبيعملوا شغل رهيب، يخشوا كده المحلات بتاعه البويات ويسالوا ويعرفوا ويتدربوا ويشتغلوا وينجحوا اكتر من المتعلم. ليه؟ عشان هو ملوش حيله تانية غير كده، ما عندوش حاجه تانية يعملها غير انه يتعلم ويستفاد من الحاجه الجديده دي ويبتدي يتنشر في السوق والناس تعرفه، يعمل شق ده وده يقول لي ده وده يقول لي ده ويبتدي يغزو وينتشر، ويبقى بعد كده هو يحدد لنفسه، يعني يحدد لنفسه ايه مستوى معين هو ما بيقلش عنه. فعايزين نحب تخصصنا، عايزين نحب التعليم الفني، التعليم الفني تعليم كله مكسب، كله مكسب. لو ما اشتغلتش بيه انا هوفر بيه. بتكلم كده للبنات، انت ممكن وانت قاعده في بيتك تنفذي لوحات على الزجاج، كتير قوي من هواتي الرسم على الزجاج، على المرايات، على قطعة زجاج بتعمل برافون، حاجات كتير قوي انا ممكن اوظفها واستخدمها من مادة العمليات دي. امسكوا الكتاب ده اقروه، اقري باب 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 كده، باب باب كده، اقرا وافهمي، واقرا وافهم وشوف انا ممكن استفاد من الماده دي ازاي، ممكن ازاي احولها من انا انسان بلا عمل ازاي ابقى صاحب عمل. وحط تحت صاحب عمل دي كذا خط، انت باتقانك للعمل ده هتوصل للي انت عايزه ولهدفك اللي انت عايزه. تمام. تاني حاجه بالنسبة للدهانات، زي ما قلنا فيها منها أنواع متعددة وكتيرة، عايزين نعرفها سوا وإن شاء الله هنوضحها بكل سهولة وبكل بساطة، وإزاي ننفذها بأقل تكلفة كتجربة، ان انا اجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما اوصل للمستوى المطلوب والمستوى اللي انا اكون راضي بيه عن نفسي. زي ما بقول لك كده، بنعمل مقايسة بسيطة على قطع خشب صغيرة واعمل التمرين ده اكتر من مرة لغاية ما اوصل لدرجة الاتقان. وان شاء الله اشوفكم في الدرس القادم اللي هو دهان الأبوكسي، وهنعرف ازاي هنستفاد منه برضك كمشروع نشتغل بيه ونتعلم منه حاجات كتير قوي. والسلام عليكم ورحمة الله.